أنا اسمي فارس. بقولك أنا معجبة بيك، أنت عارف أنا بحبك قد إيه؟ من صغري وأنا بحب أكون رقم واحد، بحب المزيكا، بحب النجاح. مستقبلك اللي هي روح أمك. طول عمري وأنا مؤمن بكلمة حلمك في إيدك، بس لما كبرت الكلمة اتغيرت وبقت حلمك في إيدي. ألف ألف مبروك. ده أنت لقطة. سمعت عن البيجر بيتجوز البنات؟ عايز أتجوز. حاضر حاجة هتجوزك، بس الحاجات دي ما بتجيش بالعنف. أحب الأول وبعد كده أتجوز. ومن ساعتها وكل حاجة اتلخبطت. إمتى يا ولية؟ كيشو نهار العرس؟ كيموت؟ عرس؟ الحرس الحرس. صاحب له عن صاحبه كام حاجة؟ ثلاثة. دي التانية بتاعتهم، فاضل لك واحدة. شفتوها من ثانية لست ثواني، خلوها تاخد وقتها. دي مواعيد برضو؟ أنا مستنيكم من بدري. زي ما عملتك ممكن أهدك وأسجنك. يا شيخ كفاية نفخة كدابة بقى. يا عمي أنا يشرفني إن أطلب إيد أمك. يا عم احترم نفسك. أنا لو ما اتجوزتش كوك يا حبيبي هموت نفسي. لا وأنت تكره الخير لأمك يا فارس. جبت كام فرد حمام؟ بقول لك دخلة. يلا ترمومتر رايح فين؟ هات عنك، انا هقول لك رايح فين بعد شويه. انت بتعملي ايه يا فلان؟ بفتح بشرتي. مش لما تفتحي مخك الاول تبي تفتح بشرتك؟ فارس ليلي صح. على فكره انا حبيتك. انا ليه بدار يا دار يا دار يا حبي ليالي، ليه بقولش عادي 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 حسيني. حبيبتي وانا خدت الحبايه ولا لا؟ خد واحده تانية. انت حافظه رقم الاسعاف؟ هاشتاج جوزني بقى رقم واحد في مصر والشرق الاوسط.